هكذا بدأت أجواء المؤتمر الصحفي الذي جمع بين المديرية العامة للآثار والمتاحف وجمعية الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الروسية، بحضور خبراء من كلا البلدين في القاعة الدمشقية في المتحف الوطني بدمشق. في روسيا كل الشركات تتمنى تشارك في ترميم المعالم التاريخية في سوريا، وهذا هي فقط البداية. نحن اخترنا موقع صغير لنعود ترميمه من الأول للآخر. طبعا طلبنا من مديرية المتاحف والآثار أن تنقي الجزء الذي يحتاج إلى ترميم، وتم اختيار أفقة لأنه من الأهم المعالم، ليس فقط تاريخيا وأيضا هو نبع مياه المهم للمنطقة. في هذه الآونه هناك الكثير من التعاون مع وزارات ومؤسسات مهمة جدا، وفي هذه الآونه تشرف وزارة الثقافة وتتابع كل الأعمال، أعمال الترميم وفق أولويات، وتتابع أيضا مشاريع في المديرية العامة للآثار والمتاحف. هذه المشاريع انطلقت تحت مظلة مشاريع أكبر في وزارة الثقافة تتعلق برقمنة وأرشفة التراث الثقافي السوري، فلدينا مشاريع مهمة أخرى في المتحف الوطني في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أرشفة القطع وتصويرها وإعداد سجلات رقمية لها. كذلك هناك مشاريع تتعلق بتوثيق المباني التاريخية والمدن التاريخية، توثيق وفق منهجيات عالمية يستخدم فيه الصورة سواء كان ثلاثية الأبعاد أو غير ذلك. لدينا أيضا مشاريع تتعلق بمسوحات للوقوف على الأضرار التي طالت المواقع الأثرية وإلى أي حد أضرت في السويات الأثرية. المؤتمر استعرض جوانب من المشروع الأثري لإعادة ترميم ودعم نبع أفقة الذي تعرض للتخريب والدمار خلال السنوات السابقة، وأهميته كونه المصدر الأساسي للحياة في مدينة تدمر. مدينة تدمر الأثرية هي مهمة لجميعها، وكافة الأبنية موجودة فيها مهمة جدا، ونحن بدأنا العمل في مشروع نبع أفقة وذلك لعدة أسباب. السبب الأول بأن النبع هو له رمزية مثله مثل بقية المباني في مدينة تدمر، وله رمزية أكبر باعتبار أن الماء هو أساس لكل شيء، وبالتالي منذ وجود مدينة تدمر كان هذا النبع له دور كبير في الحياة في مدينة تدمر وأيضا في حياة سكان مدينة تدمر. خطوة جديدة تؤكد عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية في إعادة الحياة إلى نبع أفقة في مدينة تدمر الأثرية، وتؤكد أن سوريا هي مهد التاريخ وأرض الحضارات.